واش بنت كنحلم بالسبوع تصبح عندي الشعر ديال السبع. جلست كنهضر مع راسي شويه واش وحاولت نفهم الحاله ديالي. طبعا بلا ما نهضروا على الحقره والظلم ديال الحكم هذيك اباغ العالم شهد لان كانوا عندنا جوج بلانتيات وتحرمنا منهم. كنهضروا على احساس ديال ان صافي كلشي ساله، بحال واحد الغمه كتشبرك. في نفس الوقت ملي كنهضروا مع نفسنا كنجبروا راسنا فرحانين وفخورين اننا البلد الافريقي والعربي والمسلم الوحيد اللي وصل لهاد البوزيسيون هادي. فكيفاش علاش حنا هيدا مخربقين في المشاعر ديالنا وما عارفينش نحددوا؟ كاين بزاف ديال العوامل. اول حاجه اغلبيه ديالنا ولفوا اللعابه، واول مره وقيلا البنات كيحفظوا الاسماء ديالهم كاملين. كاين اللي مشى بعيد، بحال دابا مثلا انا كنقول انا شي وحده ملي كنقولوا كنتفرجوا مجموعين، انا فان ديال امرابط، واعر امرابط، كتقول لي امرابط مجوج، انا كنعجبني زياش مثلا. واش دانا فاحنا مجوج ولا ماشي مجوج؟ يعني الناس مشاو في الاحاسيس ديالهم بعادين درجه، بداو كيحلموا بشي لاعب انه فارس الاحلام ديالهم. هذه دو ان. حتى الناس اللي بالنسبه لي لهم اللعابه رجعوا بحال خوتهم بحال ولادهم، يعني ولفوهم. ف بحال اللي بقاو فينا بحال اللي عزوا علينا، قد ما هما اللعابه باغيين حنايا كسبورتر يفرحونا وبقى فيهم الحال، قد ما حنا بقى فينا الحال حيت هما عملوا جهدهم كامل وما زادوش يكملوا حتى للفينال. والناس اللي ما عندهم حتى شي احساس تجاه اللعابه، المهم هي ان المغرب تربح ونزيد نرفعوا راسنا، حتى هما عاوتاني صعيبه عليهم. بالنسبه للاخرين اللي ولفوا غير النشاط والضحك واشاك فوا كنفرحوا كنخرجوا كنحيحوا، فجاهم هادشي تساله بحال نقول لكم شي مسلسل كنكون مسبعينو شهور ومن بعد كيسالي. واخا كتكون نهايه سعيده، كتبقى واحد المده باش كتولف انك صافي ما غتبقاش تفرج ديك المسلسل بحال واحد الفراغ. ولكن لا ما تنساوش بان ماشي هذه النهايه، النهايه اللي صعيبه هي ملي كتقصى شي ايكيب وكيقولوا له ديس واي، يلا هالطريق شد الطياره بسلامه، وكيخلي كلشي مجموع في قطر. حنا المغاربه ديالنا اللعابه الغزالين راه باقي مجموعين وباقي ناشطين وفرحانين وكيحتفلوا وباقي غادي يبقاو حتى ينزلوا الريدو تيسالي كلشي وحتى يخوي كلشي قطر، حيتاش غادي يلعبوا مع كرواتيا. ربحنا غادي نربحوا المرتبة الثالثة، يعني أحسن ثالث فريق في العالم. ما ربحناش راه غادي يكونوا عاوتاني رابع أحسن فريق في العالم، يعني هاد جوج نهايات مزيونين. غير كونوا هانين، تشويش ديال الإحساس الخايب اللي كيدرونجيكم غيتلاشى مع الأيام. هي ديجا اليوم راه بدينا نستوعبوا أننا دخلنا للتاريخ. أهم حاجة اللي خصنا نركزوا عليها واللي غتبقى معانا وغتبقى مع ولادنا ومع أحفادنا وغنبقاو نعاودوها دائما، هي أننا رفعنا الراية ديال المغرب ديالنا الفوق، ترفعت في جميع الدول. فلسطين عباد الله هضروا عليها الكبار المحللين ديال الكرة، هضروا عليها المشاهير ديال العالم العربي كامل. فين؟ ماشي غير العالم العربي، العالم بأسره هدر على المغرب. توحدنا، تجمعنا، خرجنا، انشطنا، حسينا بهذيك الامل، حيينا بزاف الاحاسيس فينا، بحال مثلا الثقه في النفس، بحال اننا نركزوا على الهدف ديالنا راه غادي نوصلوا له بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي كيعرفنا الخير فين هو. والمهم من هذا المونديال ماشي هو داك الكاس اللي ما عندنا ما نعملوا به، لا، هاد القيم اللي وصلنا لهم وهاد الشهاده كامل. اصلا في جوجل يعني في الاحصائيات المغرب هي اكثر حاجه كتكتب في العالم، كلشي كيبحث على المغرب، حتى اللي كان كيسحب له المغرب غير صحراء وجموله باقين فيها عرفوا شنو كاين. شافوا من خلال اللعابه كيفاش عندنا الوالدين مقدسين، الربح منهم والخساره منهم. شافوا في اللعابه بلي انهم كيحمدوا ويشكروا الله سواء ربحوا ولا خسروا كيسجدوا. شافوا التضحيه من اجل البلد، يعني اغلبيتهم مقصحين وعيانين وتعبانين وكي تكيو على نفسهم باش يشاركوا في المباراة. سمعوا على ودنهم لا إله إلا الله محمد رسول الله في المدرجات. الثقة اللي كانوا فاقدين في العرب رجعت، والحقرة اللي كانوا حاقرينا رجعوا يعملوا ألف حساب لينا، وهذا هو الأهم والله العظيم. أما اللعابة ثقوا بيا، ما تحزنوش عليهم، غادي يشبروهم أحسن فراقي في العالم، غادي يزيدوا يستطعوا، وإن شاء الله نشوفوهم في كوب دي موند 2026. واللي عندها شي لعاب كتحلم به تزيد تحلم به، إذا كتعرف ترسم ترسبو بحال اللي رسمت أنا فريد، ما نعرف يشوف البورتخي ويجي يقول شكرا رسمتيني، ومن بعد يصدقوا مجوجين.